السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما حدث في الجزائر بعدما سجل المنتخب المصري هدف في مرمى الكونغو الديمقراطية وأدهش المصريين. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. اهتزت المقاهي والشوارع والمنازل في الجزائر منذ قليل فرحا بعدما سجل المنتخب المصري الشقيق هدف في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية. وعاد الأمل لرفقاء محمد صلاح بعدما كانوا متأخرين بهدف مقابل صفر، ولم يبقى للمناصرين الجزائريين في هذه البطولة سوى المنتخبين المصري أو المغربي أو حتى الموريتاني يقومون بتشجيعهم ويتمنون أن تكون هذه الكأس عربية هذه المرة. فبالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة.